قعدت بريمير اني دوزيام اني جونيور، مازلنا كبدينا تروازيام اني جونيور. وقتها جات شنو هي معناتها المنعرس صار وقتها، فهمت؟ وصار معناتها فضل من عند ربي، فهمت؟ عسان شيء وخير لكم. معناتها جات وقتها التورنو في الامارات، هزوا الصغيرات الكل جونيور، قعدت كان انا ما هزونيش كان انا. علاش؟ بون صغار من حكايه فارغه. فهم علاش ولا شو؟ والله حكايه فارغه ولد مسؤول، الجو نتاعنا نتاع تونس ولد مسؤول تلعب انت وياه، صحيت الجو هذاك، فهمت؟ وقتها ما نعرفش حاجه من النوع هذا، ما عندها حتى تفسير فصان، حتى كان ما تلعبش وحتى كان هما 19 هما 20، ليسونسيال خلوني انا. وقتها جات الاسبيرونس عندها ماتش اميكال ضد اهلي طرابلس في البارك. باهي وقتها فوزي البنزرتي بادي. عام قداش؟ 93. 93. بدا عنده 10 ملاعبين، عنده 4 ولا 5 بليسي، وعنده 6 ولا 7 في ليكيب ناسيونال، ما فهمت؟ دونك عنده 10 ما عنده شكون على البنك. بالزهر. بالزهر جاوني كلموني حطوني على البنك، عطاني ربع ساعة في الأخر. ومن غادي صار المنعرش ربا ذرا نافع. قعدت معاهم وبعد جات وبنفس البريود هذيك الاسبيرونس مستدعية الامارات ثلاثة جماعات ولا شهر، فهمت؟ على من طرف نادي الوحدة الامارات في ابو ظبي. طلعت مع السينيور ومن غادي قعدت غادي، معناها ما طلعتش مع الجونيور، طلعت مع السينيور. طلعت مع السينيور ومن غادي قعدت، انطلقت من غادي. مش عملت فيها ربع ساعة هذيك؟ والله حاجات جو الحق نتاع ربي سبونتاني، ما تعرف صغير وتمشي معاك جاس تكنيك مع عيط الجمهور، فهمت؟ دونك عيط لي قال لي العب وين تحب وكيف ما تحب واعمل اللي تحب فوق. والله دونك نوجه له تحيه معناتها بالمناسبه. هكا هو عاد مشيت الحمد لله يا ربي، ولعبت بالكدا بالكدا وربحنا، كان 0-0. شكون كان معاك وقتها؟ كان معايا وقتها هيثم عبيد، كان معايا حكيم، كانوا معايا اسامي كبار معناتها حسان، فهمت؟ اسامي كبار معايا. قد عملت في السينيور؟ 3 سنين عملت في السينيور مع الاسبيرانس، عملت من 93 خرجت فان 97 معناتها جوان 97 معناتها 4 سنين هكاك. كيفاش تعداو الاعوام هذوك؟ والله شوف تعداو معناتها من ما ثماش ايتاب تتعدى بها في حياتك ما تخليلكش حاجات باهي، انا ديما بوزيتيف نحكي في الباهي. الفتره هذيك الحق نتاع ربي الافكتيف تاع الاسبيرانس كان افكتيف كبير وكبير ياسر شبيك، انا طلعت مع توفيق ومحمد علي مزوبي عيادي هيثم عبيد سراج الدين في البوست تاعك شكون كان موجود؟ تبارك الله 5 و6 فهمتني معناتها، ومالغري سا فكيت بلاصتي ولعبت تيتولور. حسان كان، الشيحي كان، معنا مروان قزمير كان، معنا هيثم عبيد كان، معنا كانوا برشا. والله مش صعيبه صعيبه برشا وقتها، كان معنا حتى ليبوك هذيك وقتها معنا منظر مساكن اواخره، فهمت؟ دونك حتى عبد الحميد الهرقال اواخره زاد في الاخر نتاعو، فهمت؟ مشيت معاهم بريباراسيون وقت الايطالي، الحمد لله فكيت بلاصتي ولعبت وبدات اموري معناتها ماشي الحمد لله على العال، فهمت؟ معاهم كنت تلعب تيتولير ما عندي حتى مشكل. في 4 سنين كنت ديما موجود؟ لا صار منعرش اخر عام، المنعرش صار لي اخر عام بعد ما جيت من جوز اولمبيك، وقتها صار مع الاستاذ خالد بن يحيى، فهمت؟ صار وقت المنعرش. شنو صار؟ المنعرش اللي كنت تلعب تيتولير كانت امورك واضحه، جاي من جوز اولمبيك انترناسيونال، كل شيء معناتها الى حد اللحظه هذيك تو فا بيان. بعد لا كي جيت من ليكيب ناسيونال وقتها ماي فريدي ما قعدتش برشا، ماي فريدي كان تفكر مدرب الايطالي وجوست بعد صغير ما نتفكرش، بس كنت تفكر واحد عمري 6 سنين وقتها انا الحقيقه. اي بون ماي فريدي دايما نحكي لك شويه على التاريخ، ماي فريدي وقتها ما عملش معنا برشا، شكر هواك عمل معنا شهرين ثلاثة والله ما نتفكر. ومن بعد اول هزيمه صارت مع النجم النادي الساحلي وقتها في المنزل، خسرنا وقتها مع ليتوال في المنزل، دونك نحاه وجاب خالد ديريكت، جاب خالد وكواد ديريكت معناتها نلقى روحي على البنك، وبدات عاد مع انا صغير ما نعرفش ما عنديش هكا معناتها دي كونسي معايا اللي يوجهوك، فهمت؟ خدم على روحك ما تسرعش، يا لو برا ما لعبتش تفك بلاستيك هذايا كل ما كانش صغير، كنت تلعب وانترناسيونال تلقى روحك معناتها هكا ديكو تلقى روحك. انت ما صبرتش؟ ما صبرتش والحق نتاع ربي معناتها ابار حتى ما صبرتش، بسيف عليك لازم تصبر البريود هذيك وانت تعمل الفتره هذيك باش تصبر معناتها، فهمت؟ مي ما حكيتش مع يحيى، خرجت شويه الكوره من مخي. نو الجينيراسيون هذيك ما تنجمش تحكي معاه وتاخذ وتعطي معاه، فهمت؟ عنده نظره فوالا داير، هو من النهار الاول اللي جا فيه مازال يا فتاح يا رزاق مازلنا كي باش نبداو نترناو، وانا داخل جاي روتار وقت لونترينمون والله ما نعرفش علاش وقت روتار صغير،
من نهار الاول قال لي وقتها قالي انت انا في افهم انت تروح دربي يلعب فيها رياض روا اللي انا ما عندي حتى علاقه بري قالك انت ما نعرفش علاش ما سببك والله العظيم ما نعرف حتى سبب باكش خاطر جاي مؤخر ولا عادي انت انا على عام كامل نحي لي فلوس عاقبني كي معايا ما نحبش بعد ولا ثم بعدنا قال روحي على البنك فما شكون وصل له كلام عليه ما نعرفش بوتيتر موعد هكاك البريود هذيك خدمه هذيك عندنا عند العباد اللي فلان عمل وفلان عمل هذيك خدمه عنده اصلا ما تقولش ما تعرفش بتعرف اي اي صحيح صحيح شنو شكون وصل له عليك شنو هي الكلمه معناتها شهيره عندنا فلان فست فهمت سهريات وجوالات مشاهير فست ما يخسر عليك حد شيء اسرائيل محتله العالم بدي يعبلي شاعات فهمت يربي كلمه ويقعد هكاك والناس تعطي وذنها والله اعلم مش عنده في مخه خاطر كل مدرب راهو وعنده عنده عنده معناتها ان بروفيل نتاع جوار في مخه عنده شيما تكتيك رسمها في مخه دونك معناتها ما تنجمش تجي تقول له وش بيك وعلاش وش بيني انا ما تنجمش سيراني دونك تقبلت ولا وتعرف شكون اللي وصل له كلام عليك ولا لا لا والله لا ونعرف بتات اللي كانوا حتى هو تو مساكن حالتهم هيك تسخف الحجر اللي كان وصلوا للرئيس قبل مثلا في فلان عمل فيها وخرج فيها وطلع راح كاين مش احكي لك فيها كلام يعني لازم يحكيوها لك اللاعبين اللي لعبوا معايا كل الفتره هذيك كلهم يحكيوها لك دونك كانوا هذيك خدمتهم فهمت هذيك خدمتهم يا سعاد من عبيد يحب تقرب فليتو وكل كلمه الاخرى شهيره معناتها لا اكثر لا اقل لو ساعات ما ثم حتى مقابل فهمتك ريان كوس باخير سي فلان هذيك بالنسبه له يقعد يصرف بها عام كامل